السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا وسهلا بحضراتكم في درس جديد من دروس اللغة العربية. معاكم أستاذ محمد ياسين، معلم اللغة العربية بمدارس بدر تايجرز الخاصة. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن الدرس الثاني في الوحدة الأولى في منهج اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي، هو درس بعنوان الإسكندرية عروس البحر المتوسط. تعالوا يا أولاد كده قبل ما نبتدي في الدرس ده نشوف آخر جزئية وآخر فكرة احنا قرأناها في الدرس السابق اللي هو بعنوان السياحة في مصر. آخر جزئية كانت بتقولي إنه بكار تمنى أن يكون له جناحان، أو تمنى كمان إن هو يكون عنده بساط الريح علشان يقدر إن هو يحلق في السماء لكي يرى جميع آثار مصر المختلفة. بعد كده قلنا ان بكار اغمض عينيه وتمنى او تخيل بكار ان هو جالس فوق بساط الريح وارتفع محلقا كي يرى اثار مصر الايه السياحية. ده كانت اخر فكرة احنا اخدناها الدرس اللي فات. تعالوا نكمل الدرس التاني على الفكرة اللي فاتت، والدرس التاني بابتدائه في حوار بين بكار وما بين بساط الريح. بكار بيقول قرأت أمس عن مدينة عريقة بها معالم أثرية وتاريخية فرعونية ويونانية رومانية وقبطية وأيضا إسلامية. يبقى هنا بكار يا جماعة بيقول إن هو قرأ عن مدينة عريقة. مدينة عريقة يعني مدينة قديمة بها معالم أثرية. المعالم اللي موجودة في المدينة دي كانت معالم أثرية، يعني معالم قديمة ومعالم تاريخية ومعالم فرعونية وإسلامية ورومانية ويونانية وقبطية، بالإضافة أيضا إلى الطبيعة الساحرة حيث يتعانق التاريخ والطبيعة كي يرسما معا لوحة رائعة على شاطئ البحر المتوسط. طيب الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده معناه او هنا بكار بيصف مدينة بانها مدينة عريقة وبانها بها معالم اثرية وتاريخية وفرعونية ويونانية ورومانية وقبطية. ده فيما يتعلق بالتاريخ. يبقى هو بيوصف هنا حاجتين، بيصف تاريخ هذه المدينة وبيصف كمان الطبيعة الساحرة في هذه المدينة. تمام؟ طيب تعالوا بقى أسألكوا سؤال على الفكرة دي، وأقول لو أنا جيت سألت وقلت عن أي شيء قرأ بكار، هيا ولاد عن أي شيء قرأ بكار؟ برافو عليكم، قرأ بكار عن مدينة عريقة بها معالم آثارية وتاريخية فرعونية يونانية ورومانية وقبطية وإسلامية. برافو عليكم. هنا في حوار بيدور بين بكار وبين بساط الريح. الحوار الذي يدور بين بكار وبساط الريح هو حوار خيالي مش حقيقي. يبقى حوار اللي بيدور بينهم حوار خيالي لأنه مفيش حد يعرف يكلم بساط الريح. تمام؟ هو الحوار الخيالي ده اللي هو بيتكلم فيه بيقول له هل تعرف هذه المدينة يا بساط الريح؟ بساط الريح أجاب وقال إيه؟ قال نعم نعم أنا أعرفها يا بكار، هيا نذهب إليها، إنها مدينة الإسكندرية. إنها مدينة الإسكندرية. يبقى عرفنا المدينة اللي بيتكلم عنها بكار اللي هي المدينة العريقة هي مدينة الإيه؟ الإسكندرية. طار بساط الريح وبكار جالس فوقه فرأى من بعيد البحر الأبيض المتوسط. ماذا رأى بكار؟ تعالوا يا أولاد كده نعدد يعني نذكر الأشياء اللي رآها بكار في مدينة الإسكندرية. أول حاجة رآها بكار البحر الأبيض المتوسط. رأى ايه تاني؟ رأى مكتبة اسمها مكتبة الإسكندرية، كمان رأى متحف اسمه المتحف الروماني، ورأى كمان مسرح اسمه المسرح الروماني، وعمود السواري، وقلعة قايتباي، ومتحف الأحياء المائية. يبقى تعالوا كده نذكرهم مع بعض. هو رأى ايه؟ رأى سبع حاجات. أول حاجة البحر الأبيض المتوسط،
ومكتبة الإسكندرية، وبعد كده رأى المتحف الروماني والمسرح الروماني، وبعد كده عمود السواري وقلعة قايتباي، وبعد كده رأى متحف الأحياء المائية. يبقى رأى كم أثار هنا؟ كم من الأثار رأى؟ رأى 7 من الآثار. إيه هما؟ زي ما قلناهم مع بعض. بعد كده بساط الريح طار وكمل في طريقه، وفي أثناء طيرانه يعني كان بيدور حوار بينه وبين بكار، فبكار بيقول له: ما هذا يا بساط الريح؟ إنني أرى قصورا فخمة وحدائق غناء، هيا بنا نحلق فوقها لنعرف ما فيها. شاف ايه؟ شاف قصور فخمة وشاف حدائق مليئة بالأشجار. بيقول له: هيا بنا نحلق فوقها، تعال نطير نشوف ايه اللي موجود هناك. أجاب عليه وقال له، طبعا بساط الريح برافو عليك، هو اللي أجاب عليه وقال له: هذا قصر المنتزه يطل على شاطئ البحر، إنني أشاهد أشجارا وأحواض زهور وحدائق واسعة، وكلها بنيت على الطراز الإسلامي. شاف إيه؟ هو شاف قصر المنتزه. هنا بساط الريح بيشرح له قصر المنتزه وبيوصف له قصر المنتزه. إيه قصر المنتزه ده؟ بيطل على شاطئ البحر، برافو عليكم. وإيه كمان فيه؟ في أشجار وفي أحواض زهور وفي حدائق واسعة، وكل الحاجات دي بنيت على الطراز الإسلامي. طيب بعد كده أعجب بكار جدا 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 بقصر المنتزه ده، وبعد كده كمل مع بساط الريح وشاف حاجة تاني، فبيقول له: انظر يا بساط الريح، هذا قصر آخر يقع وسط حدائق خلابة تنتشر حوله تماثيل، وذلك قصر رأس التين. يبقى هنا بكار بيقول لبساط الريح: أنا شايف قصر تاني أهو، القصر ده يقع وسط حدائق خلابة، حدائق جميلة. خلابة هنا معناها شديدة الجمال. شايف هذا القصر يقع وسط هذه الحدائق الجميلة، هذه الحدائق الخلابة، وتنتشر حوله تماثيل. أجابه بأنه قصر رأس التين. يبقى شاف كم قصر هنا؟ شاف قصران. أول قصر كان قصر المنتزه، وبعدين قصر رأس التين. بعد كده بساط الريح في حواره إلى جانب بكار، بكار سأله وقال له: إني أرى كنائس، إني أرى كنائس، هذه كاتدرائية الكرازة المرقصية، وأين تقع؟ تقع في محطة الرمل. من بناها؟ بناها أحد تلامذة السيد المسيح، وهذه كنائس أخرى. يبقى دي من المعالم السياحية القبطية في مدينة الإسكندرية، كنيسة كاتدرائية الكرازة المرقصية، وأيضا هناك آثار إسلامية. مثل ماذا؟ مثل مسجد سيدي أبي العباس المرسي ومسجد الإمام البصيري، هذان المسجدان يعدان أحد أهم الآثار الإسلامية في مدينة الإسكندرية. بعد كده قال: حقا إن مدينة الإسكندرية عروس البحر المتوسط. تعالوا كده يا أولاد نشوف مجموعة اللغويات اللي معانا. كلمة عريقة ما معناها؟ معناها قديمة أو أصيلة. خلابة شديدة الجمال. غناء كثيرة الشجر. جامع مسجد كبير. بساتين حدائق. مئذنة منارة. الشاهقة عظيمة الارتفاع. فخمة عظيمة. الطراز الشكل. القباب بناء مستدير. الساحرة الجذابة. يتعانق يتلاقى حقا صدقا.
بعد كده عندي الكلمة ومضادها. قال مضادها سكت، عريقة مضادها حديثة، تعرف تجهل، طار هبط، فخمة حقيرة، أمس غدا، الارتفاع الانخفاض، أكبر أصغر، تبدأ تنتهي، الساحرة القبيحة، رائعة قبيحة، الأبيض الأسود، الأحياء الأموات، بناها هدمها. بعد كده يا أولاد تعالوا نشوف الكلمة وجمعها: قصر كسور، شاطئ شواطئ، مدينة مدن، فرعونية فرعونيات، قبطية قبطيات، إسلامية إسلاميات، ساحرة ساحرات، التاريخ التواريخ، عمود أعمدة، الطراز الطرز، حديقة حدائق، تمثال تماثيل، قبة قباب، متحف متاحف. بعد كده يا أولاد تعالوا نشوف بعض الأسئلة اللي ممكن تجيلي عن درس الأسكندرية. سؤال يقول لي: لماذا سميت الأسكندرية بهذا الاسم؟ بالضبط، سميت الإسكندرية بهذا الاسم لأنها أجمل شاطئ على البحر المتوسط، وجوها رائع، والمعالم التاريخية والأثرية فيها جميلة. السؤال اللي بعد كده: ما الآثار التي أعجب بها بكار في الإسكندرية؟ برافو، ممتازين. قلعة قايتباي، المتحف الروماني، المسرح الروماني، متحف الأحياء المائية، عمود السواري، مكتبة الإسكندرية، والبحر الأبيض المتوسط. بما تصف قصر المنتزه؟ برافو عليكم. القصر يطل على شاطئ البحر، وحوله أشجار وأحواض وزهور وحدائق واسعة بنيت على الطراز الإسلامي. السؤال القادم: أذكر بعض القصور في الإسكندرية. ماذا؟ برافو عليكم، ممتازين. قصر المنتزه، قصر رأس التين، وقصر العروبة. بما تصف الطبيعة في الإسكندرية؟ برافو عليكم، الطبيعة فيها ساحرة، يتعانق فيها التاريخ مع الطبيعة، يرسمان معا لوحة رائعة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط. تعالوا يا أولاد ناخد سؤال تقويم: قرأت أمس عن مدينة عريقة بها معالم أثرية وتاريخية فرعونية ويونانية ورومانية وقبطية وإسلامية. سؤال رقم ألف: هات مرادف عريقة، جمع مدينة، مفرد معالم، باء اذكر أمثلة للآثار القبطية والآثار الإسلامية بهذه المدينة، جيم ما اسم المدينة التي تصفها العبارة السابقة، حلل إلى مقاطع صوتية كلمة تاريخية، أكمل عائلة الكلمة لكلمة قرأت، أكمل خريطة الكلمة لكلمة نحلق وعريقة، شبكة المفردات لكلمة البحر والإسكندرية. وإلى هنا ننتهي من درسنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.